وآخر فقراتنا مشاهدينا ننهي فيها صباح الشارقة مع فقرة الطبخ والمطبخ الإسباني. اليوم الشيف رامي الجبرائيل بيعرفنا أكثر على الأكلات والأطعمة المستوحاة من شمال إسبانيا. صحيح شيف؟ صحيح. يسعد صباحك مرة ثانية. يسعد صباحكم من جديد. مثل ما حكينا ببداية الحلقة اليوم أنه مطبخنا اليوم بيحكي عن المطبخ الإسباني وبالذات الشمال الإسباني. الشمال الإسباني بيعتمد كثير على الخضار، على زيت الزيتون، على أيضا الدجاج واللحوم والمنتجات الطازجة، وأيضا بيدخل فيه بهارات مهمة جدا مثل البابريكا. رح نعتمد كثير على النكهات الطبيعية اليوم من المقادير اللي رح نستعملها. شو بنسوي؟ وبداية رح أحكي عن السلطة. جميل. السلطة رح نستعمل بعض الأوراق الخس، وخصوصا بيكون فيها السبانخ. نعم. اليانع الصغير، أوراق الكيل، رح نستعمل الأرض شوكي اللي هي قلوب الأرض شوكي. نعم. والجزر، في معنى الهليون الأبيض. أول مرة أشوفه. هذا الهليون الأبيض من الأشياء المميزة اللي بتنزرع بإسبانيا أيضا بالشمال الإسباني. هو شيف مسلوق؟ محفوظ في ماء يعني مملح. أوكي. وبالتالي لا، مش مسلوق ولكن محفوظ في ماء مملح يعني معلب. جميل. صعب شوي نلاقيه فرش لأنه يعني ممكن له مواسم معينة. صحيح. معنا الخيار، البندورة الكرازية، والفلفل الأصفر والأخضر. الزيتون بطبيعة الحال أساسي جدا. طبعا. رح نستعمل التونة على الوجه. نعم. تزيين نهاية يعني. للتزيين. حلو. وزيت الزيتون الحامض والملح والفلفل. بدي أطلب منك إسماعيل لو سمحت، منحط الأوراق الخضار الخضراء ببداية في الصحن، وبعدين رح نحضر للصوص الجاهز. يعني شيف ما بنخلطهم مع بعض المكونات؟ المكونات لا، رح نحط بالأول الخضار بداية، وبعدين المكونات رح نحطها شوي. جميل. شوي نخلط المكونات مع بعضها مع الصوص اللي رح نحضره، ونضيفه على الوجه بطريقة يعني بسيطة، والطبق واسع بيعطي مساحة. نعم. أيضا مهمة جدا. بالنسبة للطبق الرئيسي اخترت أن يكون معنا اليوم دجاج مسحب ما في عظم. يا سلام. رح نتبله ورح ننزله مع خضار مرافقة أيضا، ورح نعمل صلصة الروميسكو اللي هي صلصة أيضا مميزة في الشمال الإسباني. رح نتعرف على طريقة تحضيرها. زين. حلو. بالنسبة للتوابل شيف، هل هناك توابل معينة يستخدمونها في المطبخ الإسباني؟ والله هو المطبخ الإسباني تأثر كثير عبر العصور بالشمال الإفريقي. وأيضا حتى من على دور الرومان يعني، لكن البهارات هي مستقدمة للمطبخ الإسباني. أكثر شيء بيعتمد على المقادير يعني النكهات من المقادير الطبيعية. البابريكا عنصر أساسي، الفلفل، الملح، الأعشاب الخضراء هي بيعتمد عليها بشكل أساسي جدا. أنا أضفت البابريكا، أضفت الزعتر الأخضر، شوية بصل. يا سلام. أبيض مقطع مسبقاً. أضيف شوية ثوم فقط للنكهة، يعني تقريباً مقدار ملعقة صغيرة. ملعقة صغيرة. بطبيعة الحال شوية ملح، والفلفل الأسود أساسي جداً. حتى يعني إسبانيا انتشرت فيها زراعة الحمضيات، يعني بيعتمدوا كثير على الليمون. ليمون. صحيح. على الليمون بشكل أساسي جدا. رح أضيف شوية خل بس للنكهة، نعطي بس نكهة حوض. دول الحوض الأبيض المتوسط دائما المكونات المزروعات متشابهة بشكل كبير، يعني مثلا الأكلات وخصوصا الفتوحات الإسلامية، يعني صار في تمازج ثقافي أكثر. وحتى الأكلات العربية والشامية وصلت ل خصوصا اسبانيا يعني، فبالتالي اللي يعني اللي يزور اسبانيا راح يشوف هذا التنوع الكبير في الوصفات. شيف صحيح؟ صحيح صحيح جدا. حتى يعني في ناس بيصير في عندهم لغط في هذا الموضوع بانه المطبخ الاسباني متشابه مع المكسيكي. نعم. المكسيكي بيعتمد كثير على الحر، يعني بيكون في منتجات. صح. حاره الى حد ما. الاسباني بالعكس ما في حر، بيعتمد أحياناً على الحر اللي هو من الفلفل الأحمر أو كذا الطبيعي، ولكن كسبايسز أو كبهارات حارة قوية لا. لا ما في عندهم بهارات قوية، وبالتالي بيعتمد مثل ما حكينا على النكهات الطبيعية.
رح حمي انا الجريل. طبعا الدجاج بعد ما تبلته ممكن اتركه انا لفتره تقريبا نصف ساعه الى ساعه لحتى يتشرب. لذلك انا حضرت مسبقا يعني دجاج متبل بنفس التتبيله اللي حكينا فيها، بس لحتى نحطه بهذا الشكل وبلش يستوي. انزين شيف، بعد ما نتبل الدجاجة نحن وين نحفظها؟ وين نخليها؟ نخليها في الثلاجة؟ أكيد طبعا، إذا كانت درجة الحرارة الغرفة مناسبة لمدة نصف ساعة فأكيد ما في مشكلة، ولكن أنا بفضل أنه الحفظ في الثلاجة. انتبهت لأحد الفقرات عم تحكي عن طريقة التخزين بالثلاجة، وهذا شيء مهم جدا على الحقيقة. لازم كل يعني الأشخاص والناس يكونوا على علم فيه طبعاً. وأيضا درجات البراد لها مستويات مستويات، وبالتالي فعلا البرودة هي مختلفة في 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 الأماكن في البراد المخصصة لها. كل شيء له درجة حرارة معينة لازم. إنزين شيف، الحين فوق الأوراق الورقيات شو أضيف؟ أضيف كل المكونات شيف؟ هلأ بداية أنا بس ممكن أساعدك بشيء. بما أنه رفنا هذا الشكل بس نوزعهم. نوزعهم؟ أوكي شيف. ممكن المقادير، أنا راح أجهز بالأول الصوص، وبالتالي زيت الزيتون أساسي، ليمون، حتى زيت الزيتون عندهم خل كمان له نكهة مختلفة شوي عن الليمون، يعني حمضه مختلف شوي، شوية ملح للنكهة. حلو، رح نشوف نشتغل شوي بطريقة مختلفة اليوم. نعم. رح أضيف شوية فلفل أسود، طبعا الدجاج عم يستوي على مهله. فلفل أبيض بعد شيف ولا؟ أنا بحب الفلفل الأسود، هذا الفلفل الأبيض صح؟ أضيف شوي بشكل بسيط جدا، لأنه بما أنه خضار وبالتالي ممكن نستعمل الفلفل الأبيض. نخفقهم شوي، نخفقهم شوية صغيرة بهذا الشكل. الصوص بيكون جاهز عنا. هلأ رح نضيف الخضار شوي شوي. شو نضيف أول شيء شيف؟ نضيف كل الكمية شيف؟ كل الكميات لو سمحت. شكل الهليون رح نخليه بالأخير لأنه شوية حساس، والبيض أيضا. يعني بعد ما نحط الصلصة نحط الهليوم؟ نحط الصلصة بنحط البيض الهليوم والتونة. نعم، فينا نحن نعمل بطريقة مختلفة شوي اليوم. ممكن أساوي أنا بهذا الشكل، أضيفهم للصلصة مش غلط شيف، ونتبلهم كلهم مع بعض ونحركهم بشكل، وبالتالي منأمن أنه كل الخضار أخذت امتزجت مع بعض. وأفضل شيء شيف الورقيات ما ينحط عليها السلطة عشان ما مباشرة عشان ما تذبل بالنهاية. بنخليها الفلفل الأحمر بهذا الشكل، والزيتون ممكن أنا أضيف شوي حاليا، وبالنهاية لأنه طبعا الزيتون منكه بطبيعة الحال. حبات الزيتون، حبات الزيتون، حطينا الزيتون الأخضر وحطينا الزيتون الأسود. هلأ رح نخلطهم لو سمحت مع بعضهم. شيف، يعني الخضروات في زيت الزيتون والليمون وهذه الصلصة ما تخترب أو ما تفقد من عناصرها الغذائية صحيح؟ لا أكيد لا. نحن تحضير السلطة دائما بيكون بشكل فريش، يعني إحنا ما بنحضر السلطة مثلا ومتركها لفترة طويلة مسبقا. التحضير بيكون قبل الأكل مثلا ممكن بربع ساعة أو بنص ساعة ماكسيموم، وبالتالي بيظل محافظة على هيكلتها. أنا الدجاج عم يستوي على مهله، رح أخفف عليه النار شوي عبين ما يستوي. أنا شغلتك عنه شوي يا شيف. لا يعني ما في مشكلة، بس لونه صار حلو يعني. لونه جميل، لا بالعكس جميل هذا اللون اللي احنا بدنا اياه. لا تنسى انه نحن حطينا ايضا تتبيله، وبالتالي صحيح. ممكن تاخذ شويه لون ذهبي. اضفت زيت الزيتون على المقلاه الثانيه، راح انسف الخضار المرافقه. استعملت انا الزوكيني، استعملت الزوكيني اللي هو الكوسه الخضراء والكوسه الصفراء كمرافق، وايضا متوفر تزرع ايضا محليا باسبانيا. اسبانيا بلد غني بالخضار مثل ما حكينا، بالامطار، بالطبيعه الغنيه، وبالتالي هذه المقادير متوفره، وايضا متوفره عندنا اياها بالسوق صحيح المحلي الحمد لله. حتى راح استعمل طبعا
بس زيت زيتون شوية صح شيف؟ بس زيت زيتون، أضيف لها شوية فلفل والملح بشكل أساسي. بالنهاية راح أضيف طبعا أنا الطماطم الكرزية للتزيين، راح أضيف شوية هليون بتلسف شوي بتاخذ شكل. هذه الخضار انا سلقها سلفا طبعا مسبقا بس لتاخذ حراره مناسبه وبعدين جهزها. على فكره شيف احس وجبه صحيه جدا جدا، يعني جداً. الدجاج مشوي، صدور الدجاج منزوعه من الجلد والعظم خضراء، وايضا الخضار الموسميه اللذيذه، وما استخدمنا زيوت، ما استخدمنا اي مواد فيها، يعني بالعكس زيت الزيتون صحي جدا، صحي نعم، منصوح فيه بكل يعني حتى للمتابعين مثلا نوع من الحمية الغذائية او صحيح. كذا منصوح فيه ايضا. انا راح اضيف كل المقادير لانها هي طبق غني، وبعدين راح نضيف زين شيف انا ممكن تساعدني بس لو سمحت اني احط المكونات الاخيرة شيف؟ المكونات الاخيرة اللي هي أرضيشوكي اللي هو أنا متبله بس بزيت الزيتون، شوية ملح، فينا نضيف له بعض الأعشاب. أنا أكمل عنك شيف وأنت تنتبه للدجاج لأن عندنا 3 دقائق. ما في مشكلة. بهذا الشكل حشيده بس هي. والهليون لو سمحت والبيض مع التونة بنفس الطريقة. بنفس الطريقة. جميل. الدجاج تقريبا قارب على الاستواء، الخضار استوت. في عندي بالنسبة للصلصة، الصلصة أنا راح أضيف راح نعملها بطريقة بسيطة جدا، لوز محمص، فلفل أحمر مشوي، طماطم مسلوقة نصف سلقة، وأيضا بتساعدنا إنه نحصل على نكهة شوية فيها حموضة، وأيضا بتعطينا عصارة مميزة للصلصة تبعنا. خضار تقريبا عم تاخذ نكهتها مع زيت الزيتون. راح اضيف الطماطم الكرزيه بالنهايه بس تاخذ شيء من الحراره. الدجاج عم يستوي على مهله. راح اضيف شويه بابريكا و ثوم مشوي بالفرن بهذا الشكل. أضيف شوية خل عليها. شو بالنسبة للكمية شيف؟ كمية الخضروات اللي حطيناها؟ كمية الخضروات أنا عم أضيف مقادير متساوية من الخضار. بنفس الوقت مثلاً ممكن أنا مثلاً الحين أحتاج شوي من المي، ممكن أضيف المي مثلاً لحتى تنخلط معي. حسب يعني بتصير حسب التكستشر لحتى احصل على التكستشر اللي انا بدي اياه او اللزوجه اللي انا بدي اياها. حلو. شوي بس بابريكا كمان وراح اطحنها. مثل ما حكينا الأعشاب هي شيء أساسي جدا. أنا ممكن أضيف أيضا الأعشاب الناعمة على الخضار اللي أنا عم حضرها بالنهاية بس لتاخذ أيضا نكهة. أضيف بس فلفل شيف صارت السلطة جاهزة. واو ممتاز. بعض الأعشاب راح أتابع أنا بس سريعة الصلصة صارت ما سريعة جدا صحيح. طبعا هذه الصلصة لأن المقادير تبعها مشوية ومجهزة مسبقا صحيح. فينا نحن إن أيضا نخليها ساخنة أو باردة صحيح. تقريبا زين نقدم شيف متاز. ونحن نختم طبق التقديم. طبق التقديم انا مجهز طبعا صلصه مسبقه بهذا الشكل ايضا.
حلو، نقدم شيف. الدجاج استوى معانا بالشكل. يا سلام، اخذ لون حلو استوي. صراحه شيف. نعم. طبعا التتبيله ايضا، ونحط الخضار. طبعا يعطيك العافيه شيف، شكرا على هذه الوصفات اللذيذه، ونحن دائما نستمتع بهذه الفقره معك. تعرفنا وياكم مشاهدينا على مكونات وطبق لذيذ من المكونات الطبيعيه الصحيه، طبعا من المطبخ الشمال الاسباني الغني ب طبعا اللذيذه والمميزه، سلطه طبعا صحيه، وايضا طبق صحي بتتبيله رائع. شكرا لك شيف، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه معنا دائما. تسلم ايدك. إذا مشاهدينا طبعا هني وعافية على قلوبكم، وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة اليوم السبت، نتمنى أنكم تستمتعون بما تبقى من إجازة نهاية الأسبوع، ونلقاكم بإذن الله تعالى مشاهدينا غدا في حلقة وراح تكون مميزة إن شاء الله، لتحدث أكثر عن انتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة. تابعونا إن شاء الله غدا في تمام 10 صباحا، يومكم سعيد ومع السلامة. نشوفكم مشاهدينا باكر في حلقة جديدة ومواضيع بعد جديدة. تقبلوا تحياتي من طاقم البرنامج ومع السلامة.